صباح الخير، كل سنة وانتو طيبين، رمضان كريم عليكم. النهاردة هقولك الطريقة الصح اللي تعملين بيها الرز، الطريقة القديمة بتاعت أبي لندن ووكر. 3 ملاعق من الأرز، عليهم 2 كوباية مية مغلية في كاسة كبيرة، هتسيبيهم لمدة ساعة متغطيين. هتتخلصي بعد كده من المية بتاعت الأرز وهتشطفيه وتاخديه تحطيه في حلة. هتحطي 2 كوباية مية فوق الحلة على 3 ملاعق رز المغسول. هتسيبيه لحد لما يستوي تماما ويعجن ويشرب المية اللي فيه. هتلاقيه سهل جدا بعد كده، مش هياخد منك وقت في التسوية. دي الطريقة الصح القديمة. شوفي المية كلها هو شربها والرز يستوت جدا. علشان يعيش معاكي مدة طويلة لازم تعملي الخطوات دي. دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية، هتحطي على الكمية دي 2 ملاعق كبيرة من جوز الهند، وهتحطي كمان 1/2 ليمونة على الكمية دي، جوز الهند الأصلي بليز. كمان هتضربيه بالبلندر وتنعميه جدا قوي خالص. هتحطي عليه 2 معلقة من ماء الزهر و2 معلقة من النشا. دول أكتر حاجات مهمة لعمل لصنع كريم الأصلي.